ان انا بعد الفيديو اقسم بالله كم العرسان اللي تقدموا لي مستويات مختلفه وناس انا اصلا ده بجد. طب ايه تفسيرك؟ ما مش فاهمه ده، انا حاسه ان احنا مش فاهمه انا ايه ده. طب انت عايز تجوزني ازاي؟ واللي يقول لي انت اصلا طليقك اللي طلقك ده فاكرين ان طليقي طلقني بسبب الفيديو ده، مش راجل ده، مش عارف ايه وتاك عارف. يبدو ان الاتهامات التي توجهها البلوجر المصريه معروفه هدير عبد الرازق المتعلقه بالحض على الفسق والفجور من خلال بث مقاطع فيديو غير لائقه على تيك توك المنظورة حاليا أمام القضاء تحولت إلى لعنة طارت بعض وسائل التواصل الاجتماعي المصرية بعد ظهورها ببرنامج تلفزيوني مساء أمس الأحد، وأصدرت مجموعة قنوات النهار بيان تعتذر فيه رسميا إلى مشاهديها عقب بث حلقة من برنامج شاي بالياسمين الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب، حيث حملت الحلقة عنوان هدير عبد الرازق مذنبة أم ضحية، والتي تناولت قصة مقاطع المصورة مخلة ظهرت فيها البلوجر قبل أسابيع، حيث أكدت وقتها أنه تم تسريب المقاطع من علاقة زوجية شرعية. وأحدثت الحلقة ردود فعل غاضبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون بمثابة منح الفرصة لبلوجر مدانة أخلاقيا بالدفاع عن نفسها وتبرير موقفها الصادم. وأضافت مجموعة قنوات النهار إنها فتحت تحقيق في نشر محتوى الحلقة مؤكدة تمسكها بالقيم والعادات باعتباره النهج الذي تسير عليه، وتم حذف المحتوى من جميع منصات القناة. من جانبه أصدر طارق سعدة نقيب الإعلاميين قرار بإيقاف ياسمين الخطيب عن العمل واستدعائها للتحقيق بسبب حلقتها مع هدير عبد الرازق. وفي سياق تداعيات الأزمة تقدم صبرا القاسي المحامي بالنقد بلغ إلى النائب المصري العام المستشار محمد شوقي ضد ياسمين الخطيب متهمة إياها بالمشاركة في التحريض على الفسق.